كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله لدى وصول سموه والوفد المرافق له إلى قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم في زيارة لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة السيد محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين ومحافظ المحافظة الجنوبية وعدد من ضباط سلاح الجو الملكي البحريني. هذا وقد أجرى جلالة الملك المفدى وأخوه ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جلسة مباحثات بمقر إقامة الضيف الكريم تناولت العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.